كان علاقة قديمة، لأنه كان بيتردد على دار الكتب كثيرا وعلى والدي، وكان بيزوره في البيت مع أصدقاء كثيرين، فنشأت بينها علاقة أو تعرفت عليه. وتصادف لما كنت في سنة 61 تقريبا، كنت في الابتدائية، فسافر والدي رحمة الله عليه للحج، وهو كان موجود في مصر مع أولاده من نفس الأعمار، فكان يصحبنا في أيام العيد نروح حديقة الحيوان. واستمرت هذه بقى العلاقة إلى وفاته رحمه الله، وكنت بحضر معه حتى لغاية مؤسسة الفرقان في لندن. وقلت لي أن أول مقال علمي كتبته في حياتك في مجلة العرب، مجلة العرب لصاحبي يا حمد الجاسر، دعاني أن أكتب عنده.